بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه الذي اصطفى وآله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل الحديث في تأمل معاني سورة نبي الله تعالى يونس، ونقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آيتان قليلتان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركتهما. قوله تعالى: يا أيها الناس، هذا نداء. من المنادي؟ من المنادي؟ الله. من المنادى عليه؟ الناس. هناك في اللغة ما يسمى بأسلوب النداء. أسلوب النداء مكون من أداة نداء، إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. ظاهرة زي يا أيها الناس، ومقدرة يعني محذوفة يدل عليها السياق، كقول الله تعالى: يوسف أيها الصديق. فكلمة يوسف أيها الصديق، يوسف منادى لأداة نداء محذوفة. يبقى أول شيء أداة نداء، اتنين بيبقى فيه هناك منادي، ودائما المنادي يكون مقدرا يعلم من السياق. نمرة ثلاثة، منادى عليه، وهذا يكون مذكورا دائما في السياق، لأنه هو المتوجه إليه بالخطاب، فلا بد أن يكون مذكورا، فلا يمكن أن يخاطب مجهول، وإنما يخاطب ماذا؟ معين معلوم. القسم الأخير اللي هو المنادى به، اللي هو المطلوب. لما أقول لك يا أحمد، طب أنا أقول لك لبيك، عاوز مني إيه؟ تقول لك ما فيش حاجة. لا، إزاي؟ يعني أنت بتناديني وبعد ما تناديني ما فيش مطلوب؟ لا، تلابد أن يوجد مطلوب. المطلوب ده قد يكون استفهام، قد يكون أمر، قد يكون نهي، قد يكون رجاء، قد يكون تمني، أي شيء من هذه الأشياء. لما أقول لك يا أحمد تقول لبيك، أقول لك ليتك تكون أكثر اجتهادا، إذن ده مطلوب. تقول هل فعلت المطلوب؟ يبقى خلاص ده استفهام يتضمن معنى الحث والطلب. أقول لا تغتب أحدا، إذن هذا نهي. أقول كن رجلا ذا مروءة، يبقى ده ماذا؟ أمر. إذن لابد يبقى فيه هناك طلب. فلما ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس، يبقى الخطاب متوجه لمين؟ لكل الناس، لكل الناس. طيب، ما هو المطلوب؟ قال سبحانه: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
إذن ده المطلوب. لما جلنا موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إذا المطلوب إيه؟ لا تعملوا ولا تمتثلوا ولا تهتموا ولا تتأملوا ولا تنقادوا، ولا المطلوب تأملوا وانقادوا واعملوا وعظموا وامتثلوا واحترموا؟ إذن هذا هو المطلوب. قد إذا أتت قبل الفعل الماضي، وهذا في الغالب، فهذا يدل على التحقق والتحقيق، على التحقق والتحقيق. التحقق يعني هيحصل، والتحقيق في معنى الثبوت، هذا الفارق بين التحقق والتحقيق. كقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، إذن فلح المؤمنون، إذن هذا الأمر متحقق وثابت يقينا. يبقى ما هو الثابت المتحقق يقينا؟ جاءتكم موعظة من ربكم. أعظم الموعظة أن تكون من عند الله عز وجل، وما عند الله إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالواسطة. بالمباشرة القرآن، والواسطة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب القرآن والثاني السنة. ولهذا أنت مطالب أيها المسلم أن تلتزم بالكتاب والسنة. إذن أفضل موعظة هي الموعظة الموجودة في الكتاب والسنة. ولهذا قال ربنا عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يا جماعة المنافقين، في هناك دائما الناس يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، يخدعون الناس بألسنتهم، وربما خدعوهم بمظهر أعمالهم. اشتملت أبدانهم على قلوب هي أقسى من الحجارة وأشرس من الضباع الضارية والعياذ بالله. هؤلاء الناس لابد أن ينصحوا، ما كانوا مسلمين، ما كانوا مسلمين لابد أن ينصحوا. وهذه النصيحة تأخذ مدارجها وتأخذ طبقاتها. إذا النصيحة باللين وبالرفق وبالرحمة لعل أن يهديهم الله، لعل أن يرجعوا عن غيهم، لعل لعل لعل، ولكن لابد أن يوجد الوقت التي تكون النصيحة فيه بليغة والموعظة فيه قوية. فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقول الله عز وجل قد جاءتكم، يا أيها الناس قد جاءتكم، والفعل هنا اشتمل على التأنيث، لأن الموعظة ماذا؟ مؤنثة. قد جاءتكم موعظة، وهذه الموعظة من الله، وهذه إشارة إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة حيث اشتمل القرآن على أفضل المواعظ، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النصائح والأمثلة والأخبار والقصص والحكم. فكل هذه الأشياء فيها موعظة لقلوب المؤمنين. والإنسان إذا لم يتعظ بمواعظ الوحي فبأي شيء يتعظ؟ دي مسألة خطيرة جدا يا إخوان. أخبركم بقصة في منتهى العجب. عندما كنت أسافر للدراسة في القاهرة كنت أركب السيارة البيجو أحيانا، لأن القطار كان هو الأساس. فالرجل
أول ما نركب السيارة البيجو يبدأ يشغل القرآن عشان يبقى صباحنا نادي وربنا يكفينا شر الأعادي. أول ما نكسر السكة الحديد بتاع صندوق يقوم قالب القرآن ويشغل الأغاني. وهو بيشغل القرآن بيتكلم مع اللي جنبه، بيضحك بيهزر، يا فندية الأجرة كذا، يا فندية هنزل في المكان الفلاني عشان في الطريق مش حد يقول كذا، يدينا التنبيهات في بداية الطريق. أول ما يقلب على الأغاني تجد الإنصات. ولا أنسى الأغنية دي بتاعت عبد المنعم حافظ، في يوم في أسبوع في شهر في سنة مش عارف إيه، والراجل بدأ إن هو يتأثر وبدأ إن هو يبكي، الدموع تنحدر من عينيه. قول سبحان الملك، يسمع القرآن لا يتأثر به ويسمع الأغاني يتأثر بها، يبقى القلب ده قلب صحيح ولا قلب مريض؟ إذا القلب ده قلب مريض. ولذلك بعض الناس الذين يولعون بالسماع، بالسماع اللي هو مش سماع القرآن، لا سماع حاجة تانية، ودي طائفة كبيرة جدا من الشباب موجودة اليومين دول، مسألة الأناشيد، مسألة التواشيح، ممكن يشغل أناشيد وتواشيح في العربية وفي البيت ويلتذ قوي ويشعر بالأنس، وأول ما يشتغل القرآن مش قادر يسمع القرآن. لكن لو سمع مثلا لأناشيد أبو الجود وأناشيد فلان وأناشيد علان، ده هيبقى ممزوج قوي ويقول لك أهو حاجة حلوة اهي شغالة كويسة احنا. لا، أفضل السماع هو سماع القرآن. والإنسان لو جرب سماع القرآن بالفعل سيجد أنسه ولذة قلبه في سماع القرآن. قال الله: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين من يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. ده هدى من الله سبحانه وتعالى، ان انت تسمع القرآن تشعر بالأنس واللذة والإقبال على القرآن سماعا وقراءة وتلاوة وتدبرا. يبقى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فاسمعوها وتدبروها والتزموا بها واعملوا بها. إذن ده كلها محذوف. إذن المطالب دي هي لازم الموعظة، فلازم الموعظة نعمل فيها إيه؟ نهجرها؟ نرفضها؟ نسيبها؟ ولا نسمعها ونتأملها ونتدبرها؟ انظروا يا إخواني، لو إن في هناك صديق عزيز عندك وبعت لك رسالة، خلينا في هذا المثال، صديق وعزيز وبعت لك رسالة، هتعمل ايه؟ تقوم واخدها ورميها ولا هتمسكها وتقراها؟ وبعدين هتلاقي الرسالة دي فيها توجيهات، ماشي، فيها ايه توجيهات؟ التوجيهات دي انا عاوزك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا. بتعمل ايه؟ تجيب القلم وتبدأ تحدد قائمة الأوامر المطلوبة، المطلوب ان انت تاخد العيال وتقدم لهم من المدرسة وان انت تجيب لهم اللبس بتاع العيال وتعمل كذا، يبقى دي مطلوبات. النواهي، خلي بالك العيال ربما يمشوا مع عيال مش كويس، فاحذر المسألة دي، وممكن العيال يعملوا كذا فاحذر من كذا. تبدأ في قائمة محاذير، لو انت بتحبه هتنفذ مطالبه، مش كده يا اخوانا؟ طب لو الرسالة دي جات لك وقمت واخد الرسالة ورميتها، ايه اللي يحصل؟ اذا لن تنفذ هذه الطلبات. صديقك العزيز اللي انت بتجله وبتحبه وبتحترمه، لو عرف ان انت اهملت رسالته وما نفذتش كلامه يعمل ايه؟ امر عادي بسيط ولا
المسألة تستدعي إن هو ياخد منك موقف مما لا شك. فما بالكم برسائل الله عز وجل إلينا؟ طب ما هو القرآن ده رسائل من الله، القرآن رسائل من الله، القرآن فيها أوامر وفيه نواهي وفيه مواعظ وحكم وأمثال وأخبار وقصص، الحاجات دي كلها ربنا جعلها رسائل ليه؟ لنقرأها ونتدبرها ونعقلها ونفهمها ونعمل بها. وجعل القرآن ميسر ويسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر، عشان تكون الرسالة ايه؟ واضحة، رسالة تكون واضحة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ده مسألة واضحة. وأيضا حث ربنا عز وجل على قراءة هذه الرسائل، ورتل القرآن ترتيلا، ويعلم أن هناك عدو يريد أن يفسد عليك قراءتك وفهمك وتدبرك وعملك، وهو الشيطان. فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة يعني إيه؟ إن أنت تلتجئ إلى الله اللي هو أمرك بهذه الرسائل عشان يحميك من هذا العدو الباطش الذي يريد أن يفسد عليك حياتك، وأن يجعلك من حزبه، وأن يجعلك من حزبه. انتبه معي، مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. يبقى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم. وعرفنا الموعظة، ولازم الموعظة، ولازم الموعظة اللي هي الايه؟ قراءة والتدبر والفهم والعمل والانقياد والامتثال إلى غير ذلك. وإيه كمان اللي جالنا من الله؟ جالنا من الله عز وجل وشفاء لما في الصدور. ما هو الشفاء اللي في الصدور؟ متعلق بماذا؟ بالموعظة. وهذا من باب عطف الجزء على الكل، أو عطف النوع على الجنس، أو عطف الخاص على العام. وهذا العطف يقتضي أهمية هذا الخاص أو هذا النوع أو هذا الفرد أو هذا الجزء. لما كان القلب بيتأذى من الشبه، القلب بيتأذى من الشبه، ممكن واحد يرمي لك شبه صغير، الشبه دي منها شبه علمية وشبه أخلاقية. شبه علمية كحاجات متعلقة بالدين والإسلام والرب سبحانه وتعالى والبعثة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة الإسلام وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى، دي كلها شبه علمية. وهناك شبه أخلاقية، كأن مثلا في هناك واحد تريد أن أنت تلقي بعض الشبه عليه لتنفر الناس منه مثلا، فتدي الظلال، الظلال دي قد تؤذي القلب. طيب جلاء القلب في الشبه العلمية والأخلاقية يكون بماذا؟ أمر عجيب جدا، يكون أن تقرأ القرآن في منتهى العجب. فإذا قرأت القرآن وقرأت السنة وسألت الله تعالى الفهم الصحيح، الفهم الصحيح، شفاك الله تعالى مما قد يصيبك، مما قد يصيبك. أمراض القلب وأنواء القلب لا علاج لها إلا من الله. أنت ممكن واحد تقعد تكلمه يمين وشمال ويوم واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين، وفي النهاية ولا أي حاجة، كأنك تصيح في واد أو تحرث في محيط، سبحان الله. فإذا كان مؤدبا ربنا يبارك فيك ويخليك، يا عم الشيخ أنت أديت اللي عليك. ومساواة تاني يسمع ويطلع مش مقتنع. ليه؟
لأن ربنا عز وجل قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن القلب ده محتاج طهارة، طهارة من الذنوب والمعاصي، وطهارة من الشبه والشكوك والانحرافات العلمية والأخلاقية. طب من الذي يملك طهارة القلب في الحقيقة؟ هو مين؟ هو الله. إذن من أسباب طهارة القلب إن أنت ترتبط بالمواعظ التي أتت لك من الله. ده مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة. يبقى من أسباب إن احنا نسمع القرآن في أوقات القيام مش علقة، تاخد علقة في رجلك بقى يلا بقى احنا النهاردة بقى ليلة 16 أوشكنا وبقى ونرجع بقى لحياتنا بقى ننام وراحتنا بقى. في بعض الناس يا إخواني لما يدخل شهر رمضان بيبقى حامل الهم، هم الصيام وهم القيام، بيعتبرها حقنة لابد يستحملها بقى ونعتق. المسألة مش كده، تسماع القرآن أفضل السماع. فالله تبارك وتعالى ينصب وجهه إليك في الصلاة ما لم تلتفت، ما لم تلتفت. وإقبال الله تعالى عليك بوجهه علامة الرضا، علامة الرضا. يبقى اللي يصلي ربنا عجل بيرضى عنه، بدليل لما أبوك يبقى زعلان منك أو شيخك زعلان منك بيبص لك ولا ما بيدلكش وش؟ ما بيدلكش وش لانه مش راضي. طب لو اقبل عليك بوجهه يبقى ده دلاله على ماذا؟ على الرضا. احنا ايام زمان كان ابوك لو ما بصش ايده، يعني هتبص ايده اهو، لو شد ايده منك تبقى مصيبه، ما تستريحش الا لما تبوس ايد ابوك، لان تقبيل ايد الاب علامه على ماذا؟ انه راضى عنه. مش زي الأجيال الموجودة، لا وأنا وطى بوس إيدي ليه؟ وأنا أعمل كده ليه يعني؟ لا، دي دلالة على الرضا، دي دلالة على الرضا. وتلاقي الخايب يوطي يبوس إيد بنت، لو اتعرف على بنت مثلا ولا بتاع يوطي يبوس إيد البنت الأجنبية، لكن ما يوطيش يبوس إيد أبوه. دي عقول عجيبة جدا. يبقى إذن شفاء الصدر، والمقصود بالصدر هنا ما في الصدر، ما في الصدر أو ما تحت الصدر اللي هو الإيه؟ القلب. إذن شفاء القلوب يكون بماذا؟ أن تكون موصولا بالله. في بعض الناس حياتها كلها أنها موصولة بالخلق، يبتغون رضاهم، لكن في طائفة من الناس أقل موصولة بالحق تبتغي رضاه. فشوف أنت عايش إزاي. امبارح اليوم أمس تعلمنا جملة مهمة، لابد أن تعرف لماذا تعيش حتى تعرف ماذا، كيف تعيش. الجملة دي أرجوك أن تحفظها، لماذا تعيش؟ إذا أجبت هذا السؤال بدقة ستعرف كيف تعيش. اليوم سنتعلم جملة ثانية وهي كن موصولا بالحق لا بالخلق. الخلق تفنى أحوالهم وتبيد أجسادهم ويكونون بعد حين قليل ذكرى من جملة الذكرى. بنفتكرهم الله يرحمه، فاكر لما كان بيعمل كذا، وفاكر لما كذا، بقى ذكرى. لكن من الذي يذكر فلا يكون ذكرى؟ هو مين؟ مين اللي ذكره عبادة لأنه ليس ذكرى؟ لكن احنا كلنا أغيار، كلنا أغيار، كلنا ضيوف في هذه الدنيا. انت ناس عند واحد ضيف، هتلبد عنده ولا هتسيبه؟ بعد شوية لابد تسيبه، ولو ما سبتوش
يبقى انت ضيف تقيل، يقول لك احنا تشرفنا بك، يلا ذوق عجلك. كلنا اغيار، وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان تسترد الودائع. كلنا ودائع، امانات، كلنا امانات، ولا بد الامانه دي تروح لصاحبها. امتى؟ الله اعلم. كيف؟ الله اعلم. يبقى اذا شفاء القلب ان تكون موصولا بمين؟ بالحق. فاذا كنت موصولا بالخلق على حساب الحق وقعت في الشرك، وقعت في الشرك. لما يبقى كل همك ارضاء الناس مش ارضاء رب الناس، وقعت في الشرك. لما يبقى حياتك كلها دايره في نقطه المصلحه، اذا بؤرة الدايرة هي الايه؟ المصلحة، مصلحتك الشخصية. حياتك كلها من أجل مصالحك الشخصية. يبقى البهائم أفضل منك. ترى ربنا أوجدك مش من أجل مصالحك. مصالحك الشخصية ضمنها الله تعالى لك، لا تخف. مصالحك الشخصية ضمنها الله تعالى لك. لكن أوجدك الله من أجل عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون، يسترزقون، إلا الإيه؟ إلا ليعبدون. ثم قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ الجملة التي دي في معنى التعليل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بس دي القضية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والما هنا هي الموصولية، لما في الصدور، ليس هذا فحسب، بل قال: وهدى. وهدى. الناس في هذه الدنيا إذا لم يهتدوا فهم في ضلال، فهم في ضلال. الإنسان إذا كان مسافرا إلى القاهرة ولم يهتدي إلى طريق السفر هيعمل إيه؟ هيضل. بدل ما يوصل بعد ساعتين هيوصل بعد 20 ساعة. وهذا الأمر فيه عنت وضيق وضياع للأرزاق وتشتت للذهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: السفر قطعة من العذاب، فإذا ضل في السفر وقع في العذاب. أليس كذلك؟ فما بالك بمن ضل الطريق إلى الله. يبقى الإنسان لو ضل الطريق إلى القاهرة يقع في العذاب، الضيق النفسي والعنت والإرهاق وضياع المال. فما بالكم بمن ضل طريقه إلى الله. سبحان الله. إذن الهداية دي مطلوبة، ولك نحن في كل يوم في كل ركعة دون ملل أو كلل نقول: اهدنا. بس مش اهدنا إلى القاهرة، ولا اهدنا إلى الامتحان حتى نرتقي في الدنيا، لا. قلت لكم من قبل أن المجرمين في عرصات يوم القيامة عندما يرون الأهوال وربنا يسألهم في الحشر يجدوا أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، والساعة الوقت القليل. إذن الدنيا دي كلها تقييمها عند الناس يوم القيامة عبارة عن إيه؟ وقت قليل. 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، زي الناس العمالقة اللي كانوا بيعيشوا بالقرون دي كلها وقت قليل لا قيمة له، لا قيمة له. إذن الوقت القليل اللي انت عايشه في الدنيا الأفضل تعيش وانت ضال، ولا تعيش وانت مهتدي؟ الوقت القليل ده تعيش وانت ضال ولا تعيش وانت مهتدي؟ لا، اعيش وانا على الهداية. طب الهداية نجيبها منين؟ من رب الارض والسماء. فبذلك احنا بنقول: اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالسؤال: هل انت على الهداية؟ إذا لم تكن على الهداية إذن أنت على الضلالة. إحنا عندنا إما هداية مطلقة
وإما ضلالة مطلقة، وإما الأصل الهداية وهناك بعض الضلال، وهناك الأصل الضلال وهناك بعض الهداية. أنت عاوز إيه بالضبط؟ عاوز هداية مطلقة تجيبها من مين؟ هداية مطلقة في الأخلاق، في الاعتقاد، في الأفهام، في الأعمال، دي بسم الله ما شاء الله. لو وصلت إلى الهداية المطلقة إذن أنت عبد رباني، إذن أنت عبد رباني. والعبد الرباني ده يبقى يوم القيامة يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك الجماعة اللي ربنا وفقهم إلى طلب الهداية فهداهم ينعم عليهم بماذا؟ بالجنان والحشر مع هؤلاء الناس. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنت كنت في الدنيا بتسأل الهداية، والهداية يعني هداية الطريق المستقيم، فلا تنحرف عنه، فيكون الجزاء أن تكون مع أئمة الهدى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. وأنت تحب أئمة الهدى، أنت بتحب الناس مش لأن هم مثلا بيدوك وبينفخوك ها وبيجعلوك مش عارف، ده أنت بتحب الناس لله وفي الله، ده أنت بتنتصب لنصرة الحق من أجل إرضاء الله، وبتنتصب لإزهاق الباطل، وإن بدأ أمام كثير من الناس حسنا من أجل أيضا إرضاء الله، حتى تكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة. إذن بتلغى الأعراض الزائلة، ولا يبدو أمام عين المتوجه إلى الله تعالى بقلبه إلا أن يعيش في مقام الرضا، عاوز يرضي ربنا بس. دي مسألة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لأن صاحب هذا المقام يبتلى كثيرا. فقال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. لما امتثلت واتبعت كانت الرحمة من باب التوفيق ومن باب البلسم الذي يطيب خاطرك ويعينك على مواصلة السير. ولهذا قال ربنا عز وجل: ورحمة للمؤمنين. الرحمة، السعة والانبساط والخير والبركة، هذا كله من لوازم الرحمة. ده مش تفسير للرحمة، ولكن هذا كله من لوازم الرحمة، هذا كله من لوازم الرحمة. فالإنسان يأنس برحمة الله، ويلتذ برحمة الله، ويسعد برحمة الله، ويهون عليه كل أمر جلل برحمة الله. ولهذا بعد الآية دي مباشرة قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، تأمل هذه الجملة: قل بفضل الله وبرحمته. بعض الناس يفرحون عندما تقع لهم الأعراض، سبحان الله. إذن هم أغيار توقع لهم الأعراض فيسعدون لهذه الأعراض ويفرحون لوقوعها في حجورهم، لأنهم يعيشون في جحور الأنانية، يعيشون في جحور الأنانية، ولا ينتصرون للرب، وإنما ينتصرون لحماقات النفس. فيقول ربنا: قل بفضل الله وبرحمته. والفرح فرحان: فرح مذموم وفرح محمود. الفرح المحمود هو فرح المؤمنين بما أنعم الله تعالى عليهم
من النعم الظاهرة والباطنة. كان بعض السلف يقول إنهم أي أهل الدنيا لو عرفوا ما نحن فيه من الخير والسعادة لجالدونا على ذلك بسيوفهم. المؤمن مع ربنا عز وجل يشعر بالأنس والسعادة والرضا والغنى. السعادة اللي عند المؤمن والرضا اللي عند المؤمن وانفساح صدر المؤمن لرؤية الإحسان والإنعام، هذا مقام لو عرفه أصحاب الدنيا الذين يحاربون بسيوفها من أجل تحصيل السعادة فلا يجدونها. لو عرفوا هذا المقام الذي نتقلب فيه لجالدون أي لحاربون بسيوفهم، ولكن هيهات، ولكن هيهات، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ماذا يصنع بي أعداء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جعله الله عز وجل مصباح خير وهداية في عصره، في عصره، رغم أنف الشانئين المغرضين عليه رحمة الله. هذا الرجل عندما تقرؤون تراثه كان رجلا موسوعيا في الفقه والعقيدة والأصول واللغة والتفسير وعلوم القرآن، ما ترك فنا إلا تضلع فيه، سبحان الله. حتى إن أرباب الفنون إذا سمعوا منه شيئا وهو يتكلم في فنهم ظنوه أنه لا يحسن إلا هذا الفن. إذا تكلم في التفسير ظن سامعوه أنه لا يتقن إلا التفسير، وإذا تكلم في اللغة ظن اللغويون أنه لا يعرف إلا اللغة. وانظروا ماذا قال أبو حيان اللغوي النحرير سيبويه عصره عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه هو لم ترى عينه كابن تيمية أي في اللغة. ابن هشام أنحى نحاة عصره في إعراب قول الله تعالى إن هذان لساحران، قال الوجه السابع ما قاله أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله سره، وجه إعرابه مستقل، راجل لغة ونحرير، سبحان الله. في الأصول يكفي مجهود ابن تيمية في كتاب المسودة، وأصل هذا الكتاب هو لجده ثم لأبيه ثم صاغ كثيرا من مسائله. وإذا قرأتم الجهد الذي يمكن أن نسميه التأصيل المؤسسي أو التأصيل التأسيسي لعلم أصول الفقه على منهج أهل السنة، سنجد أن هذا التأصيل أتى به ذلك الرجل وأودعه في طيات كتبه ونثره بين جنبات هذه الكتب. الكلام يطول في ابن تيمية رحمه الله. فالإنسان لابد يفرح ويسعد بنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة. يعني الإنسان لما تلاقي نفسه مش على رجليه يسعد إنه مش على رجليه، يقول يا رب لك الحمد ولك الشكر إن أنت رزقتني نعمة القدم خلتني أمشي على رجلي من غير استحقاق، أنا استحق إيه؟ ما دايما الإنسان يعطي لمن يستحق، مش كده؟ الإنسان بيعطي لمن يستحق، أليس كذلك؟ طب إحنا نستحق إيه عشان ربنا يدينا؟ ما تقول يا إخوان إحنا نستحق إيه؟ أنت ابنك لما بيزعلك ويقرفك ويعكس معاك بتعمل إيه؟ تمنع عنه المصروف، وبعدين بعد كده تحرمه من العشاء، وبعدين تحرمه من الفطار، وبعدين تكرشه تديله كل يوم حاجة صغيرة كده وتزنق عليه. تحسن على ابنك ليه وهو خلف خلاف معاك؟ لما يبقى لك تلميذ تقعد تنصح فيه 13 سنة وتوجهه بالتي أحسن وماشي خلف خلاف، في نهاية تعمل إيه؟
خلاص تعمل ايه؟ لكن الرب الكريم غيرنا، بيحسن الينا ونحن لا نستحق الاحسان، واحنا ما نستحقش الاحسان. يبقى لما الانسان يعيش في مشاهدة المنن ويستشعر ان ربنا عز وجل بيكرمه وهو مقصر مع ربنا، على فكرة دي مقام من مقامات العبودية، الإنسان يرى عجزه في مقابل إكرام الله وإحسانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار من قاله حين الصباح فمات دخل الجنة، ومن قاله عند المساء فمات دخل الجنة. إيه سيد الاستغفار ده؟ اللي هو الإنسان لو قال ومات، هو المعنى الذي قلته الآن، إن أنت تشاهد المنن والنعم والإحسان والإكرام وتشاهد عدم استحقاقك لهذه المنن، فالرؤيتين دول يتولد منهم الانكسار للعزيز الجبار. من الرؤيتين دول تشوف الإحسان وتشوف التقصير، فيتولد منهم إن أنت تنكسر، إن أنت تخضع، وهذا هو المطلوب، لأن العبودية من معانيها الذل والانكسار، دي من معاني العبودية. ولذلك سمي العبد عبدا، بتروح السوق كده تقوم جايب العبد وربطه بسلسلة وتسحبه وراك وهو ماشي خاضع وراك، سمي عبدا، سمي عبدا. سبحان الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، شوف خلقتني وأنا، شوف الاتنين مع بعض، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوءه بذنبي، وبالتالي أنا بالفعل بالنسبة لأعمالي، أعمالي هتوديني النار، أنا ما عملتش حاجة. أنا لو جمعت كل طاعاتي من الصلاة والصيام لا تكافئ نعمة صابع في رجل، صابع في رجل، يعني كل طاعتنا وصلاتنا وقيامنا وصدقتنا لا تكافئ صابع في رجل. أمال بقية الصوابع؟ طب بقية الرجل؟ طب الرجل التانية؟ طب العين؟ طب العين التانية؟ طب الودن؟ طب الأنف؟ طيب الأعصاب؟ طب العظام؟ طب الأجهزة؟ إيه ده، احنا رحنا في داهية. ولذلك في الآخر فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث من قاله من سويداء قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بماذا؟ بالجنة. وبالتالي الفرح المحمود إن أنت تعيش المعنى ده، تعيش المعنى ده. فإذا أنعم عليك بنعمة ظاهرة سعدت وفرحت، إن ربنا من عليك بالنعمة دي، وإن من عليك بنعمة باطنة قلبك صحيح وطاهر ومتسع وتحب لله وتكره لله، إذن هذه نعمة باطنة. الفرح المذموم عكس ده بالضبط، عكس كده بالضبط. الإنسان يكون عنده فخر، خيلاء، معجب بنفسه، معجب بفكره، معجب بعلمه، معجب بطريقته، هذا والعياذ بالله باب عظيم من أبواب إبليس. هو نكبة إبليس في الأول قال إيه؟ لما ربنا أمره بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لا، احنا لو تأملنا سنجد ان عنصر الطين افضل من عنصر النار كأصل. ليه؟ لان النار من طبعها الاشتعال والصعود، يعني لما النار بتشتعل بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت؟ بتطلع فين؟ لفوق. وكذلك المعجب بنفسه يرى ان هو اعلى من غيره، المعجب بنفسه يرى ان هو اعلى من غيره، وهذا ما صنعه ابليس.
قال أنا خير منه. فلما كان مخلوقا من نار أصابه الكبر، وبالتالي الإنسان إذا أصابه الكبر والتفت إلى نفسه بالنسبة لغيره ففيه شبه من إبليس والعياذ بالله، فيه شبه من إبليس. ولذلك نحن مأمورون بتواضع. والحديث في هذه المسألة يطول. قارون عندما خرج على قومه في زينته، ده الرجل ده عنده كنوز، وكل كنز له مفتاح، والمفاتيح دي من كترتها العصبة القوية من الرجال بتشتلها بصعوبة، يبقى الكنوز دي قد ايه؟ لك ان تتصور. يعني انت لو معاك مثلا 3-4 مكاتب، وعندك مثلا 5-6-7 محلات، هتجد عندك مجموعة مفاتيح قد كده اهو، تشتلها كتيرة قوي، تقيلة قوي، مش كده؟ امال بقى لما يكون كنوز والعصبة الفتية من الرجال الاقوياء ما بيقدرش يشتلوها، يبقى الكنوز دي قد ايه؟ فلما خرج على قومي بقى خرج في زينة جبارة وقبها جبارة. الناس العلماء الناصحين قالوا له لا تفرح، لا تفرح، لا تفرح. يفرح بإنجازاته، ويفرح بأتباعه، ويفرح بمن يزين له السوء، ويفرح بمن يساعده على السوء، سبحان الله، يفرح بهذا جميعا. قالوا له لا تفرح. الجملة اللي بعد كده هي جملة تعليلية، ناسخة تعليلية. ليه؟ إن الله لا يحب الفرحين، السياق. أما المؤمنون فإنهم يفرحون برحمة الله تعالى وفضله، ولهذا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي بذلك المذكور، فليفرحوا، هو خير من هذه الدنيا البالية الفانية، خير مما يجمعون. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالكتاب، وأن يفهمنا الكتاب، وأن يجعلنا أهلا لهذا الكتاب، وأن يجعلنا أهل الكتاب، أهل الكتاب الحق الصحيح لا المحرف المبدع. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.